اللعيبة المحترمة واللعيبة الملتزمة داخل الملعب بره الملعب، أنا على مستوى شخص بحبه جدا، وهو إنسان مهذب ولعيب لعيب محترف، لعيب عارف هو بيعمل إيه كويس، وبتمنى له التوفيق وإن شاء الله يكون إضافة للنادي الأهلي بإذن الله. ابتدى يجيب اجوان بقى، وعمرو السوليه بيقول لك الهداف، ايه تعليقك على الكلام ده؟ لا، ما دي بقى منافسه بين السوليه وبين حمدي، بس طبعا لا، بيبقى بيكون طبعا بيكون هزار بينهم، في الاول وفي الاخر احنا كلنا بنحب بعض، وكلنا اهم حاجه مصلحه الفريق، ف بتمنى لهم طبعا التوفيق، وبتمنى ان شاء الله لحمدي ان هو مزيد من الاهداف، والسوليه برضه عشان ما يزعلش. حبيبي حمدي فتحي لاعب محترم، لاعب مسؤول، عارف هو بيعمل ايه كويس في حياته، عارف يعمل ايه في شغله. اللعبة كلها بتحبه، جه فتره قليله اللعبة كلها بتحبه، دخل الفرقه بسرعه، بقى موجود بشكل اساسي في الفرقه، ربنا بيكرمه ويوفقه، بيجيب اجوان، ماشي بشكل كويس، بتمنى كل التوفيق. هو يستاهل كل خير، يستاهل كل اللي هو فيه دلوقتي، فعلا لاعب محترم، لاعب مؤدب، الناس كلها بتحبه، بتمنى له التوفيق كلها، وهو ان شاء الله من مزيد من النجاح، ونشوفه حاجه كبيره باذن الله ان شاء الله في النادي.